المتقاعدين الجدد ماشي بحال اللي كانوا المتقاعدين القدامى. دابا حاليا كلهم كيتوصلوا بالاخبار عن طريق الاس ام اس. اول حاجه سوف يتم تحويل معاش تقاعدكم الى حسابكم البنكي المعتاد حيث كنتم تتلقون اجرتكم الشهريه. هنايا عاد نوقفوا مع المتقاعدين فيما يخص التوطين البنكي اي الحسابات البنكيه. وفي النقطه هذه بالضبط يمكنكم تغيير التوطين البنكي لمعاشكم بعد اول استخلاص لمعاش التقاعد. هنا عاد نوقف باش نوضح واحد النقطه الله يخليكم. كاين بعض المتقاعدين كيكون لا اله الا الله كيكونوا دايرين قروض. كاين دايرين قروض بنكيه وهما اون فونكسيون خدامين. بمجرد ما كيتحل على المعاش راه دابا على كل واحد وطريقه ديال التفكير ديالو. كيقول لك انا عندي ديال كريدي راه غادي نحول البنكة. يعني من البنكة للبنكة. واش فهمتي؟ إذا هاد القضية هادي راه غير مضيعة وقت. لأن ما عندكش حق تبدل. حتى تخلص الفرصة الأولى. يعني حنا بالنسبة لينا الإدارة ديالك كتصيفط الحساب اللي كنتي كتخلص فيه وأنت هنا مازال كتزاول العمل ديالك. يعني الشهر الموالي يعني تخلصتي مثلا هاد الشهر الفرصة الأولى ديال المعاش ديالك في الصندوق المغربي للتقاعد، عاد كيكون عندك الحق أنك تغير لنفرض التوطين البنكي ديالك. ولكن غير باش نوعيو المتقاعدين ديالنا، المتقاعدين ملي كيمشي يعمل القروض راه كيسني على واحد العقد. هذاك العقد اللي كتسني عليه راه هو التزام. التزام أنك كتلتزم باش تخلص داك القرض. وكيكون بعض المرات ملي كيشوفوكم انكم قربتوا الاحاله على المعاش راه كيحددوا لكم الاجر والمعاش. كيحددوهم جوج ولكن كيتسناو عليهم. واخا تمشي تبدل التوطين البنكي ديالك راه بمجرد ما كدوش المنضاء ديالك في الحساب ديالهم راه كيعرفوك راك انك وليتي متقاعد وكيرسلوا الصندوق المغربي للتقاعد وكيصيفطوا نسخه من العقد ديالك. قلنا علينا ان نطبقوا القانون ونردوا التوطين البنكي للسالف اللي كان من قبل. تفاهمنا؟ يعني هنايا ما كاينش القضيه راه نبدل ولا ما نبدلش. عندك التزام ان اونكاجمون يعني راه عادي يرجع بلا ما يضيع الواحد الوقت ديالو ويقول لك غنبدل من هنا لهنا. غير الا سويتي الوضعيه ديالك مع هذيك الهيئه البنكيه اللي عندك معها القرض بطبيعه الحال. إذا كيف يحدد مبلغ معاش التقاعد؟ يحدد معاش تقاعدكم على أساس. بالنسبة لسبب الإحالة على التقاعد، التقاعد ببلوغ السن أو بطلب، الأقساط السنوية القابلة للتصفية، وكاين الأجر المرجعي متوسط عناصر الأجرة التي يحتسب المعاش على أساسها برسم 96 شهر الأخيرة من الخدمة الفعلية. يمكنكم احتساب معاش التقدير على البوابة الإلكترونية للصندوق المغربي للتقاعد. ولكن هنايا أنا نتوقف الله يخليكم في النقطة هذه بالضبط اللي هي خاصة بآخر وضعية إدارية. لأن بعض الإخوان كيخرجوا بالتقاعد كيكونوا خرجوا في واحد الوضعية معينة إدارية، مثلا نقولوا سلم 11 سير كيكون كيتقاضى واحد الأجر، غادي نقولوا حنايا مثلا 11 12 درهم كيكون كيتقاضى هو باقي يعني أجر باقي خدام باقي موظف. ملي كيخرج التقاعد كيتصدموا كيفاش انا كنت كنشد 11 درهم ودابا حاليا راه عطيني 7000 درهم. وملي كنشوف الوضعيه حنايا راه السلم 11 راه السلم 11 مي خصنا نردو البال. هذاك السلم اللي حنايا دزنا فيه التاريخ المفعول ديالو، لان التاريخ المفعول باش تستافد به المبلغ ككل خصو يكون استوفيتي فيه 96 شهر اي 8 سنين. اذا مشيتي مثلا وخدمتي غير 4 سنين غادي تاخذ 30 4 ب 8 يعني لو 4 من داك المبلغ ديال الفرق. يعني مثلا اذا كان ما بين 7000 درهم حتى 11000 درهم 3000 ديال الدرهم، هذاك 3000 ديال الدرهم عاد تقسمها على 8 وتربع على 4 تساوي ديال 4 على 8 اللي باش تعدي منا. يعني يمكن يكون 150000 فرنك هي اللي كيكون حقك منا، وكل ما كانت اقل. لانك علاش كنقولوا هنا هذه النقطه اللي كنبغيو نوضحوها، جاو عندنا ناس وعندهم ترقيات وخرجوا داك الترقيات، وملي جاو كيلقاو عندهم مثلا كيلقى عندهم 100 درهم، وكاين حالات عندي عندها 11 درهم. اه
انا بلاتي كيكون انا الرسم ديال ريشلو 11 درهم ديال الفرق اللي علاش هو بالنسبه لي راه القيمه ما فيهاش حتى 90 شهر استيفاء 8 سنين يعني 8 سنين كلها ديال اخر وضعيه اداريه عاد كتعب بالنسبه للمئويه كلها يعني هذه النقطه هذه راه نكونوا حنايا يعني واعيين بها وملي كنبغي نوضح النقاط راك انا بالنسبه لي كلكم راكم الوصول راه هذه رساله نوصلوها للمواطنين ديالنا باش يكونوا حتى هما على وعي كما حنا خدينا هذه المعلومه هذه غيكون عندكم اخوان والناس في العائله ديالكم اللي غيخرجوا بالتقاعد توعيهم ان اخر وضعيه اداريه ديالهم خصهم يستوفوا فيها 8 سنين عاد يكون عندهم الحق جل الاجر. اذا عاد نشوف العنصر الثالث عندنا ماذا بخصوص التعويضات العائليه ولا يعني نحاولوا نفصلوا شي شويه. قلنا تصرف التعويضات العائليه للابناء الذين يقل سنهم عن 21 سنه ودون اي حد للسن بالنسبه للاولاد الذين يعانون عجز تام ومطلق عن العمل بسبب عاهه. عندنا في حدود 6 اولاد 300 درهم لكل ولد من 3 الاوائل وعندنا 100 درهم من كل ولد من الباقي يعني 3 الاولى كياخذوا 300 درهم وثلاثه الاخرين كياخذوا 100 ديال الدرهم. غير ان انا هنا غادي نوقف وما نوقفش فقط غير على التعويضات العائليه. غادي نشوف انا هذه النقطه هذه التعويضات العائليه بالاضافه الى المعاش في حاله الوفاه. مثلا كيكون عندنا ايتام اليتيم دائما راه واخا يبلغ مثلا 16 عام راه ما كيبقاش عنده حق ني في معاش ني في التعويضات العائليه ديالو اذا ما كانش كيتمرس. يعني القضيه ديال الاستفاده ديال اليتيم من التعويضات العائليه زائد المعاش خص الشرط ديال التمدرس. يعني 16 عام ما كيتمدرش كتبقى في التعويضات العائليه زائد المعاش وما كيبقاش يستفد منهم. في حاله اذا كان هاد اليتيم يعني كيتمدرس وتوفى ليه الاب ديالو وتوفات ليه الام ديالو راه عندهم الحق انهم ماشي كياخذ 50% كياخذ 100% من المعاش. يعني باه كان كيشد 5000 درهم عايش ديك اليتيم 5000 درهم كان كيشد 10000 درهم عايش ديك اليتيم 10000 درهم كان باه كيشد 50000 درهم هذاك اليتيم عايش ب 50000 درهم كان الاب والام المتوفون عند ديك اليتيم بجوج بهم موظفين وبجوج بهم عندهم مثلا جوج بهم موظفين او متقاعدين عندهم معاش كناخذوا حنايا المعاش اللي كيكون مرتفع اكثر. مثلا الاب عنده 15000 درهم والام عندها 10000 درهم غنعطيوها حنايا 15000 درهم. تفهمنا هذه النقطه هذه. اذا بقات مساله اخرى ديال المعاق. المعاق بدون شرط او قيد راه كياخذ النسبه ديالو كلها بما يخص التعويضات العائليه كل ما هو مازال على قيد الحياه وان ديك الاهه مازال مستمره معه. فيما يخص القضيه ديال المعاش عند وفاه الابوين راه نفس الحاله الا ان المعاق راه فيه استثناء ان المعاق اذا مشى ومات له يعني توفى الاب ديالو والام ديالو وبقى عليه 100% راه ضروري خص من المقدم في حاله مقدم في حاله الاعاقه الذهنيه. كانت اعاقه حركيه وعنده سن الرشد ما كاينش مقدم هو المقدم على نفسه. تفهمنا معاق عنده 18 عام وعنده اعاقه جسديه ماشي ذهنيه كيقدر يكون هو المقدم على نفسه ياخذ داك 100% هو يستخلص المسائل ديال المعاش ديالو. ولكن اذا كانت اعاقه ذهنيه يشترط ان يكون عليه مقدم وهذاك المقدم اول حاجه راه خص القاضي الشرعي يبت في الموضوع ويعين واحد المقدم ولا القيم عليه هو اللي كياخذ المعاش وهو اللي كيكون كيسهر على الصف على ذاك اليتيم. هذه فيما يخص التعويضات العائليه وضفنا له المعاش. النقطة التالية عندنا ماذا بخصوص انخراطي في الصندوق الوطني للمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتعاونية.
من قبل كانت على المتقاعد انه ملي مثلا كيتحل المعاش كيمشي يعاود الملف ديالو كله في التعويض في منظمة الاحتياط في التعاضدية. دابا حاليا لا، دابا ولا المسألة ديال الانخراط بقات مستمرة، كيما كيخرج من التقاعد كنبقى الحالة ديالو مستمرة في التعاضدية بلا إشكال، إلا حاجة وحدة اللي نثير فيها انتباه المتقاعد، أن بعض المرات ملي تشدوا الوثائق ديالكم تبينوا من الاقتطاعات على المعاش، راه بعض المرات يكون غير التأمين الصحي الإجباري، وما كيردش البال المتقاعد، وكتفوت واحد مدة زمنية عاد كيرد البال أن السيكتور ميتياليست، يعني الاقتطاعات ديال التعاضدية ما كتقطعش، كيكون غير التأمين، وكيولي عليه واحد الكوميناسيون، يعني كنولي عليه واحد الرصيد أنه خصو يخلصو. ولهذا اي واحد خص يرد البال، غدا يبقى معانا متقاعدين كنشوفهم انا متقاعدين قدام وكيجيو يزورونا، وملي كياخذوا الشواهد ديالهم اذا ما كناش حنايا على بينه ونلاحظوا ونراقبوا كنلقاو ان مده زمنيه والسيد عنده غير التامين الصحي الاجباري. غير باش نوضع لكم ما بين نقطتين، ان التامين الصحي الاجباري راه كيعطيك بطاقه وانك كتستافد وانهم كيعطوا لك المبالغ ديالك، ولكن ديك المبالغ ما كترجعش واش تفهمنا؟ يعني مثلا إذا كانت عندك التأمين الصحي الإجباري احتمال يردوا لك غير 70%، ولكن إذا كنت عندك التأمين الإجباري زائد انخراط ديال التعاضدية كترجع لك 95%، ها الفرق؟ يعني كاين بعض المسائل اللي كتخاف أون شارج ملي كيكون مثلا التأمين الصحي الإجباري، يعني ماشي كيغطي كل شيء، اللي كيعطيك التغطية الشاملة هو التأمين زائد يعني زائد سيكتور ميتياليست التعاضدية.